وأعطي الآن الكلمة للسيد فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأنروا فليتفضل. Mr. Chair, Mr. Secretary General. سيد الرئيس، معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إنني ممتن لإتاحة الفرصة لي مجددا لأثير محنة اللاجئين الفلسطينيين. يعقد اجتماع وزراء الخارجية في على خلفية مأساوية للزلزال المدمر في تركيا وسوريا. اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في الجزء الشمالي من سوريا عانوا من خسائر في الأرواح ومن رعب مهول مما ينتظرهم من حرمان. إنه وضع فادح الكارثية، وبالطبع نحتاج إلى التزام حقيقي للحكومات والشعوبات تجاه الإنسانية. ومن يتميز ويتألق هو الذي يقف إلى جانب المتضررين، ولقد تألقت المنطقة العربية بتضامنها. وكان فريق عمل الأونروا في حلب ولاذقية في اليوم التالي للزلزال، فوزعوا الأغذية وقدموا الخدمات الطبية والدعم النفسي لمئات اللاجئين ممن تدمرت منازلهم كليا، وتحولت العديد من مدارسنا في المنطقة لمساكن مؤقتة. هذا الاجتماع ينعقد أيضا وسط تدهورا خطيرا للغاية في الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. نشهد مستويات صادمة من العنف وتصريحات على نفس القدر من الصدمة. يوم الخميس الماضي زرت مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحة، الذي شهد في اليوم السابق للزيارة اندلاع العنف المسلح بالقرب من مدرستين للأونروا. روى المعلمون لي قصصا من الرعب تحاولوا إبقاء الأطفال في المدارس لحمايتهم. السيدات والسادة، تقترب وكالة اللاجئين الفلسطينيين من السنة 75 على إنشائها. لم يشعر اللاجئون الفلسطينيون بالضعف قط كشعورهم به اليوم، وذلك في ظل تداول الاهتمام العالمي والتغيرات الديناميكية الإقليمية وتزايد الدعوات الصريحة لتقويض حقوقهم ووضعهم كلاجئين. هذا يدعونا إلى التفكير في مستقبل اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية ووضع قانوني غير مستقر. وإذ نقترب من هذه الذكرى، فإن الأونروا لديها الكثير لتفخر به. طلاب لامعون في مدارسها، ومؤشرات صحية ممتازة، ومعدلات تطعيم عالية للغاية، أكثر من ذلك. وفي صميم عمل الأونروا هناك نزاع لم يحل، وهو من أطول النزاعات في التاريخ الحديث، وينتظر اللاجئون الفلسطينيون حلا عادلا ودائما لهذا الصراع. لم تكن هناك حاجة أعظم أبدا من الحاجة للتضامن العربي الآن مع اللاجئين الفلسطينيين، حيث تشهد المنطقة حلقة جديدة من العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. التفكير في مستقبل اللاجئين الفلسطينيين لابد أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي نقاش أو مبادرة بشأن الطريق إلى السلام، سواء كانت هذه النقاشات جديدة أم قديمة ويتم إحياؤها. أصحاب المعالي والسعادة، قدمت خدماتنا خط حياة لواحدة من أكثر المجتمعات تهميشا في المنطقة، وأتاحت خدماتنا التعليمية والصحية والاجتماعية للفلسطينيين الاستمتاع بحياة صحية ومنتجة. وقد خرجت مراكزنا المهنية شابات وشبان وجدوا وظائف برغم ارتفاع معدلات البطالة. غير أن الأونروا تعاني من نقص التمويل وتعيش في تقشف وديون،
فمواردنا المالية الهشة لا تتيح التحديث والارتقاء الذي نطمح إليه والمطلوب لنحتفظ بأهميتنا وفاعلياتنا. لنأخذ التعليم على سبيل المثال، قبل أن يضرب الزلزال سوريا مباشرة التقيت بشباب وشابات يدرسون في مركز مهني في حلب، طلبوا دورات لتعلم ريادة الأعمال وطلبوا فرص تدريب لدى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، طلبوا أيضا تدريب لغوي مكثف ليتيح لهم الاتصال بالعالم عبر الإنترنت. مراكزنا المهنية لم تعد قادرة على تقديم دورات متطورة مثل التكويد أو تطوير التطبيقات، فالمهارات القديمة التي طالما قدمناها أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في عالم تحركه التوظيف يحرك التوظيف فيه المهارات التكنولوجية. غير أنه في غزة تمكنا بالفعل من تقديم دورات التكويد وتكنولوجيا المعلومات في مركزنا المهني، والنتيجة هي جيل من اللاجئين الفلسطينيين الذين يجلسون في مركز التكنولوجيا تابع للأونروا تحت الحصار ويقدمون الخدمات عبر الإنترنت لمكاتب الأمم المتحدة في كافة أنحاء العالم. مثال آخر هو الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ يدرك طلابنا الفتيان بشكل متزايد الحاجة إلى حلول صديقة للبيئة في مخيمات للاجئين متكدسة للغاية. وغادة هي طالبة في مركز الأونروا المهني في غزة تدرس لتتمكن من وضع أنظمة طاقة شمسية وطاقة بديلة في المصانع والشركات. إن ما يتلقاه اللاجئون من تعليم جيد في مدارس الأونروا ومراكزها المهنية غالبا ما يكون جواز سفرهم للعمل والاعتماد على الذات. أصحاب المعالي والسعادة، إن مساهمة الأونروا في رفاه اللاجئين الفلسطينيين وفي الاستقرار بالمنطقة لا يمكن المبالغة في الحديث عنها. وإذ نتطلع إلى المستقبل، يجب أن تحظى الأونروا بالموارد اللازمة لتحديث عملياتها وتعليمها في المدارس ومراكز التدريب التقني والمهني. اللاجئون الفلسطينيون الشباب أينما كانوا في حلب، في غزة أو بيروت يستحقون فرصا للازدهار والنجاح. واللاجئات الفلسطينيات في الضفة الغربية أو الأردن يرغبن في الحصول على تمويل مصغر يعينهم على بدء أعمالهم التجارية وتحقيق الاستقلال المالي. ودورات التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن تمكن الشباب من العمل على الصعيد العالمي كمتخصصين في التكنولوجيا ومبرمجين ومحللين ومديري مشاريع وهم في منازلهم مع انعدام قدرتهم على السفر بحرية، وهذا يفتح لهم آفاقا أكبر وسيساهم بشكل إيجابي في حياتهم وفي المنطقة. الأونروا تلتمس الالتزام المتجدد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتنمية البشرية لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، فهذا هو حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي و تكرار للجود والتضامن المعروف بهم المنطقة العربية. معا نحتاج إلى جلب المعرفة والموارد والطاقة الإبداعية إلى مجتمعات لاجئي فلسطين في المنطقة، ومعا لا بد من مواصلة الحفاظ على إبقاء الأمل حيا ومتقدا. شكرا جزيلا.